بسم الله على بركة الله دائما وابدا نستعين مشاهدينا متابعينا من كل مكان. أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة من هنا من أرضية ميدان حجر التابعة لمنطقة تبوك. انطلق قبل قليل أول أشواط هذا اليوم، كما لا يفوتني أن أبارك وأهني بحلول عيد الفطر، دمتم سالمين. وأيضا لا يفوتني كما أشكر اللجان المنظمة لهذا السباق، وأيضا الداعم الرسمي لهذا السباق رشيد بن حمد العميري، فشكرا وجزيل الشكر على هذا الدعم اللا مستغرب عليك يا ابو حمد. إذن متابعين الكرام، ننطلق في البداية في أول المراكز. من يتقدم في هذه اللحظات أرى في المركز الأول مبشرة للسيد محمود بن عودة العمراني، يقدم لنا مبشرة في هذه اللحظات. أما ثاني المراكز يا من تتابع، الله يا سياف للسيد تركي بن مطلق الدبر يتقدم مع السياف. إذا نقلتنا لثالث المراكز، يا من تتابع ننطلق لثالث المراكز في هذه اللحظات، لحظات قليلة ونتعرف على ثالث المراكز. إذا متابعينا الكرام، في ثالث المراكز نرى هنا متابعينا الكرام، وصل في ثالث المراكز، وصل مروح للسيد عبد الله بن فرج الدبر يقدم لنا مروح. إذا يا متابعين، نقلتنا لرابع المراكز في هذه اللحظات، السياف للسيد تركي بن مطلق الدبر. وخامس المراكز وصل النايف للسيد عبد الله بن سلمان الزمهري. إذا نعود مع المقدمة مع الصدارة في أول المراكز. يا سلام من الذي جرى وطرى في أول المراكز. إذا متابعينا الكرام، لحظات قليلة ونتعرف على أول المراكز. إذا أول المراكز، من تتقدم خطيرة وخطة في وعفوا إذا خطيرة في أول المراكز
في أول المراكز خطيرة. يا سلام للسيد سليم بن محمد الزمهري، خطيرة يا خطيرة. ومن لا يعرف هذه البكرة الخطيرة بإنجازاتها وبطولاتها، إذا متابعين الكرام، خطيرة بالمركز الأول تتقدم بإنجازاتها والبطولات في ثالث أيام العيد. يا سلام، خطيرة يا خطيرة للسيد سليم بن محمد الزمهري. أبو سعود يتقدم مع خطيرة وإنجازاتها التي هي حاصلة على السيف في رمضان. يا سلام، خطيرة بالبطولات تتقدم بالإنجازات تتقدم. يا أبو سعود روح وشوط شوطك، ولكن ثالث المراكز مبشره مبشره للسيد حمود بن عوده العمراني. اسمع وضجيج مبشره تقول: لم يبعث بي وعوده الا لانتزاع هذا الشوط، ولكن اقول خط النهايه سيحدد من هو الاجدر بناموس هذا الشوط. اذا متابعينا الكرام، وصلنا الى المنعطف الاول. يا سلام، وخطيره يا خطيره في اول المراكز تتقدم خطيرة بالإنجازات والبطولات. ولله درك يا أبو سعود والعصاقوس العصاقوس. متابعينا الكرام، نعود مع حضراتكم في أول المراكز. خطيرة يا خطيرة وأنت خطير يا أبو سعود. يا سلام، السيد سليم بن محمد الزمهري يتقدم بأم السيوف، يتقدم بخطيرة، ولكن مبشرة والتباشير خير في ثاني المراكز. إذن مبشرة في ثاني المراكز وثالث المراكز يبتعد تمام الابتعاد عن بقية المراكز، ولكن خلوني مع أم السيوف. خطيرة يا خطيرة في أول المراكز للسيد سليم بن محمد الزمهري يتقدم بخطيرة. متابعينا الكرام، نعود مع أول المراكز. خطيرة تتقدم. يا سلام، وين بيروح ناموس هذا الشوط؟ وين بيغادر؟ خطيرة والعصاقوس، خطيرة والعصبطان. يا أبو سعود، يا أبو سعود ستعيد وتكرر الإنجازات في هذا الميدان العريق. إذن خطيرة وخطيرة روحت بالإذاعة، روحت
طاقم الإذاعة. خطيرة يا خطيرة يا أبو سعود، وين وصلنا الكيل وين؟ وخطيرة خطيرة على الناموس الغالي. يا سلام، إذا المتابعين الكرام الكيل وين المتبقية عن خط النهاية؟ يا سلام، والعصاقوس العصاقوس معك يا أبو سعود، وتسلم يمينك على هذا العرض الرائع. إذا متابعينا الكرام، لا يوجد اسم غير خطيرة يتقدم في المركز الأول بدون منافس. يا متابعين، وين وصلنا؟ إلى وين؟ 1500 المتبقية عن خط النهاية. يا سلام، وخطيرة خطيرة خطيرة وعلى الناموس خطيرة. يا سلام، تضيف أمها، هل تضيف في رصيدها من الإنجازات أم هنا راي آخر؟ مع بشرة بشرة، وتحركت البشرة للسيد محمود بن عوده العمراني مع ثاني المراكز. ولكن قلبي معك يا خطيرة، روحي معك يا خطيرة، طاقم الإذاعة معك يا خطيرة، وانت خطيرة يا خطيرة على الناموس خطيرة. إذن العصاقوس في هذه اللحظات، وين وصلنا يا اخوان؟ الكيل والأخير، كيلو الصراع والنزاع، واللي ما عنده خطيرة يموت حي. المراكز مبشرة تتقدم في هذه اللحظات، ولكن نعود مع خطيرة 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 وعلى الناموس خطيرة. يا سلام، إذا من هذه اللحظات أسعد الله صباحك، أسعد الله عيدك يا أبو سعود على هذا العرض، والعصا والعصاقوس. يا سلام، إذا خطيرة تضيف النقطة الخامسة في رصيدها، أم السيوف في يوم العيد وشوفتها عيد. إذا خطيرة تخطف ناموس هذا الشوط بدون منافس، وأيضا فارق كبير بينها وبين بقية المشاركين. إذا شكرا وجزيل وجزيل الشكر على هذا العرض، على هذا الشعار ألا مستغرب، على هذا السيوف. إذا تهانينا، والناموس للسيد سليم بن محمد الزمهري على انتزاعه لهذا الشوط، وأيضا تحمل ترشيح من أبو ساري العمراني. وصل في ثاني المراكز مبشرة على عرض تشكر عليه للسيد حمود بن عوده العمراني، وصل في ثالث المراكز، وصل في ثاني المراكز مروح للسيد عبد الله بن فرج الدبر، وصل في ثالث رابع المراكز سياف للسيد تركي بن مطلق الدبر، وخامس المراكز وصل مشوش للسيد ساري بن سلمان العمراني. إذا تهانينا، والناموس.